بالمغرب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ينتقد حليفه الحكومي عبد الإله بن كيران من خلال مذكرة بعثها له، كما يتهمه بمصرنة المغرب. عن هذه المصرنة نسأل رئيس الحكومة المغربي سي بن كيران، السيد حميد شباط يتهمكم بمصرنة المغرب. اشني هاد المصرنة عاود تاني؟ يعني أنكم تحاولوا إسقاط التجربة المصرية الحالية على المغرب. عنده الصح، أنا متفق معاه. كيفاش عنده الصح؟ هو حليفكم ولا يتوانى على انتقادكم؟ أنا بغيت مصر للمغرب. كيفاش يا بن كيران؟ أنا طلبت من وزير الرياضة ديال الحكومة ديالي يهضر مع رئيس الجامعة الملكية، يهضر مع رشيد الطوسي، يدير لنا منتخب بحال مصر ونربحو كأس إفريقيا لثلاث مرات متتالية إن شاء الله. برافو يا سي بن كيران، ما فكرتش فيها هذه. هم انت عفريت ها؟ ديما كيما نقول انا. ونزيدك، غادي نمصر الانتاج التلفازي المغربي، داكشي علاش مازال الحكومه ديالي ما طلقات اللاعب لضفاطير التحملات. وما تنساش واحد الحاجه مهمه. اشنو يا سي بن كيران؟ مصر ام الدنيا، فهمتيني ولا لا؟